حياكم من جديد مشاهدينا، واخبار ومنوعات لليوم. اول خبر صراحة اتمنى اني امتلكه في حياتي، فعلا هذا الشيء اللي احتاجه لما كنت افكر في الهاشتاج ماذا تحتاج في هذا الزمن. في هذا الزمن احتاج لي خوذة تقرأ افكار الناس، مثل هذه الخوذة اللي يستخدموها في السباق وسباق السيارات تحديدا، وصمموها لقراءة عقول سائقي سيارات السباق. الخوذة تسمح لهم باستخدام بيانات الدماغ لضمان أفضل أداء على مسارات السباق، وأكيد بنفس الوقت راح يكسبوا وقت إضافي ووقت أفضل أيضا، ونتمنى تحميهم من الحوادث. ولكن فعلا حبيت فكرة هذه الخوذة. مين فيكم حاب انه يمتلك خوذة تقرا افكار الناس معايا؟ لانه صراحة يعني اتوقع راح تكون شيء جبار وانجاز كبير جدا. الى ايضا خبر اخر، في لقطات تحبس الانفاس من قمرة طيار بارع. في مجموعة لقطات مذهلة راح نشوفها مع بعض، وراح تحبس انفاسكم في نفس الوقت. في وثق طيار فريق الاستعراضات الجوية الروسي مشاهد لمناورات بهلوانية رائعة في معرض ماكس الدولي للطيران في موسكو. طبعا شايفين كيف شعره قاعد يطير وهو في داخل الطيارة. فعلا لو أنا كنت مكانه يمكن أحس بصداع وتجيني دوخة في نفس الوقت، يعني حركات بهلوانية صعبة. بالنهاية هو طيار بارع، أيضا ما أنصح أبدا الشباب أنهم يقلدوا في نفس الوقت، ولكن من الأشياء الجميلة والمبدعة في نفس الوقت اللي ممكن نشوفها. إلى أيضا خبر آخر، والعثور على حمار وحشي يثير حيرة العلماء. إيش الموضوع؟ أكيد كلكم شفتوا خبر هذا الحمار الوحشي في مواقع التواصل الاجتماعي، لرصدت عدسات الكاميرا حمار وحشي حديث الولادة منقط بشكل غير معتاد. يعني إذا شفته كذا حقول غزالة مش حمار وحشي أبدا. وبالنهاية طبعا هذا الحيوان الذي يعيش في داخل محمية في كينيا ظهرت عليه أثار نقاط غريبة جدا. توقع أحد المرشدين السياحيين إنها من صنع البشر، ولكن بالنهاية قبل إدراك أنه يعاني من اضطراب في صبغة الميلانين، وهي الصبغة والمادة المسؤولة عن منح البشرة لونها. فأتوقع بالنهاية كل شيء نادر جميل، وأتوقع له مستقبل كبير. هذا الحمار الوحشي راح ينباع مبالغ خيالية في النهاية. بس إيش رأيكم في أخبار اليوم؟ أتمنى أنها تكون عجبتكم، وأكيد دائما بتكون معنا أخبار متنوعة. ولكن